السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أبنائي وأحبابي طلاب الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله نتكلم عن أول درس إن شاء الله في الترم الثاني بعنوان الإيمان باليوم الآخر. طبعا يا جماعة اليوم الآخر هو يوم القيامة. قال تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. طبعا لا ريب فيه، لا شك فيه، فلا بد أن يكون الإنسان مستعدا ليوم القيامة وأن تكون أعماله صالحة حتى يختم الله له بها على خير. وطبعا بالموت بيبدأ حياة جديدة في الآخرة يحاسب فيها الإنسان على أعماله، فيدخل الجنة إذا كان عمله خيرا ويدخل النار إذا كان عمله شرا. طبعا ربنا سبحانه وتعالى حكى على لسان سيدنا إبراهيم قصة بتكلم فيها عن إحياء، أن الله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فصرهن يعني اضممهن إليك وقطعهن، عزيز قوي لا يغلب. فطبعا في الآيات دي ربنا بيحكي لسيدنا إبراهيم تجربة عملية، إن هو يأتي بأربعة من الطير ويقطعهم قطعا ويخلط هذه القطع بعضها ببعض بحيث لا يستطيع التميز بينهما، ثم يجعل على كل جبل منها جزءا ويقف في مكان ما بين هذه الجبال ويدعو أجزاء هذه الطيور الأربعة المبعثرة فوق تلك الجبال. ففعل إبراهيم كما أمره الله سبحانه وتعالى وتأتيه الطير سعيا، فاطمأن إبراهيم وأدرك أن الله أمده بهذه الآية ليقطع ألسنة الجاحدين الذين يشككون في الحياة بعد الموت أو ينكرونها، وهذه هي قدرة الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. فلا بد على الإنسان أن يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك فرق بين اليوم الآخر واليوم الآخر. طبعا قلنا اليوم الآخر اللي هو يوم القيامة، أن أما اليوم الآخر اللي هو يوم الأيام الدنيا اللي هو اليوم التالي يعني. وفي كده نكون انتهينا من الدرس الأولاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.